أهلا بكم مشاهدين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. كشفت شركة هندية عن ابتكارها لقناع وجه صديق للبيئة، وقال مؤسس الشركة ميتين فاس إن الميزة الفريدة للمنتج هي قدرته على النمو ليصبح أزهاراً بعد التخلص منه. وقال فاس إن العالم يتأثر حقاً بالأقنعة التقليدية التي تؤثر على البيئة، لذا فكرنا في تصميم قناع يمكن أن يتحلل في التربة ولا يؤثر أيضاً على البيئة، وكان هذا هو التحدي الأكبر، حيث توصلنا إلى قناع صديق للبيئة قابل للتحلل، يمكن أن ينمو كنبات بمجرد التخلص منه. تتخصص شركة يداو للتكنولوجيا الذكية في دمج تقنيات الوسائد الهوائية مع الملابس والأحزمة لابتكار منتجات تحمي الناس من مخاطر الارتطام، حيث تم تصميم المنتج على أن يخدم بالدرجة الأولى كبار السن، حيث تطلق الوسائد الهوائية عند استشعار خطر الارتطام لحماية المستخدم، وتتميز الوسائد والسترة باحتوائها على شريحة تعالج 2000 عملية حسابية في الثانية، وتعمل على مراقبة التغيرات في الوضع في الوقت الفعلي، بحيث ترصد المخاطر المحتملة للمستخدم. أطلقت مجموعة من الشركات اليابانية خدمة تهدف إلى تغطية أماكن الفعاليات الكبيرة بعامل مضاد للفيروسات باستخدام الطائرات المسيرة. وقال الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التي تقف وراء المشروع: لقد تم تصميم الطائرة المسيرة في الأصل لرش المبيدات، لكننا الآن قمنا بتحسينها من أجل الرش المضاد للبكتيريا والفيروسات، ونحن نخطط لتقديم الخدمة لأماكن مثل القاعات والمسارح والملاعب الكبيرة. وأضاف أن المفهوم قد يكون فعالاً للغاية في تعقيم الأماكن قبل وبعد الفعاليات الكبرى. طورت بلدية كارشياكا في ولاية إزمير التركية بالتعاون مع شركة كوديكو للصناعات التكنولوجية تطبيق زوب، الذي يسمح لسكان الولاية باستخدام السيارات الكهربائية الصغيرة في تنقلاتهم. وقال كريم أوداباشي رئيس شركة كوديكو المصنعة للسيارات الكهربائية الصغيرة: عملنا مع بلدية كارشياكا على توفير مركبات كهربائية لمواطني البلدية في مبادرة للتخفيف من الضغط على الحافلات العامة. وأضاف: يسمح تطبيق زوب للهواتف الذكية والذي تمت برمجته من قبل شركتنا، يسمح للأشخاص بالبحث عن أماكن تواجد السيارات وركوبها داخل جغرافيا معينة. نجح المهندس السوري عبد المعطي السيد بتحويل كهف مهجور في مدينة إدلب إلى متحف تراثي يسلط الضوء على إنجازات الحضارات القديمة، ويحتوي الكهف على أنقاض تعود إلى العصر الروماني، كما جمع عبد المعطي القطع الأثرية التي تزين جدرانه على مدار 30 عاماً الماضية، وقال: نحن نخاف عليها من الاندثار، ونأمل أن يتم المحافظة على هذا الكهف ويتم استخدامه لنشر المعرفة حول الحضارات القديمة. طرحت شركة نيورالينك التي أسسها إيلون ماسك وآخرون مقطع فيديو يظهر قرداً يلعب ببعض ألعاب الفيديو مستخدماً قدراته العقلية جراء شريحة زرعت في دماغه مكنته بدورها من إتمام هذه المهمة.
وتأتي هذه المحاولة في إطار مساعي الشركة المتواصلة بهدف تيسير التواصل المباشر بين الدماغ والحاسوب فيما يعرف باسم واجهة الدماغ الحاسوبية دون حاجة إلى أي أعضاء طرفية مساعدة. جسد نحات الخشب التركي فاتح بكر مدينة هاربوت التاريخية الواقعة بولاية ألازيغ والتي أدرجتها اليونسكو بقائمة التراث العالمي المؤقت في لوحة فنية من ورق الذهب. وقال بكر إنه بدأ بالتعرف على فن النحت على الخشب منذ سن 14 وعمل على تطوير مهارته في النقش والنحت من خلال التدريب المتواصل، وكان يرغب بشدة في القيام بعمل فني يحكي عن مدينة هاربوت التي يعود تاريخها إلى 4000 عام وتحتضن آثار 13 حضارة، حتى سمحت له الفرصة بنحت شكل المدينة على لوح خشبي بطول 2.72 متراً وعرض 2.25 متراً مطعم بأوراق الذهب. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. المهندسة الفلسطينية باب القديح المتخرجة من جامعة الأزهر في قطاع غزة قررت أن تقتحم مجال العمل في أن تقيم مشروعها في إصلاح الهواتف النقالة الذي بدأ كموهبة، ثم بدعم والديها ما سهل طريقها لافتتاح مشروعها الذي لاقى رواجاً ونجاحاً في مدينة غزة، لا سيما لدى الفتيات اللواتي حضين بمكان يحافظن فيه على خصوصيتهن. وتسعى قديح إلى إلحاق مشروعها بمعهد لتدريب الفتيات في الأراضي الفلسطينية لكسر احتكار المهنة على الرجال. تقول قديح: إن الأمر بدأ عندي بموهبة وهواية منذ الصغر، بعد ذلك حاولت أن أنميها في إصلاح الهواتف النقالة في البيت ومن خلال اليوتيوب، ثم التحقت في الجامعة وتخصصت بتكنولوجيا الهواتف النقالة في جامعة الأزهر، ومن ثم التحقت بدورات الجامعة، ومع التشجيع المتواصل من الوالدين افتتحت مشروع صيانة الهواتف النقالة، فكان الإقبال كبيرا من قبل الزبائن خاصة الفتيات، وأسعى الآن إلى تدريب الفتيات في هذا المجال لتوفير فرصة عمل لهن لا سيما في هذا المجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، يتجدد بكم اللقاء. بدنا نتكلم قليلا عن بعض الأشياء الشائعة لدى الأطفال التي تخص العظام. نبدأ بشيء بسيط جدا. كثير من الأمهات بتيجي بتحمل ابنها بتلاقيه أنه الكوع تاعه أو المرفق تاعه صار له إيش، زي كأنه فلت من مكانه أو صار فيه ألم والولد بطل يحرك إيده وصار الولد إيش يعيط كثير، تمام، أو يبكي كثير. طيب شو هذه؟ هذه عبارة عن أنه لما شدينا الولد
المفصل اللي خاص بعظمة الكعبرة مع الذراعة طلع من مكانه. الأم على طول مباشرة تحمل الطفل وبتجيبه على عيادة العظام. أمر بسيط جدا، بإمكانك يا أختي أنك تحلي المشكلة هذه عندك، بسيط جدا، أنه أنا باجي بمسك إيد ابني، تمام، الإيد على الإيد، والإيد الثانية تحت المرفق، وبصير إيش حرك الساعد تاع ابني أو إيده يمينا ويسارا، وهذا بالنسبة للمرفق 90 درجة. على طول مباشرة إيدي الثانية بتكون تحت الكوع، بحس إنه إيش العظم رجع إلى وضعه الطبيعي، أو المفصل رجع إلى وضعه الطبيعي، والولد اللي كان ببكي وما كانش يقدر يحرك كوعه خف عليه الألم وصارت الأمور طبيعية. من أكثر الإصابات شيوعا اللي هي التواء الكاحل. شو التواء الكاحل؟ الإنسان بيكون ماشي في الطريق، رجله إيش بتخونه أو بتلتوي منه، تمام، سواء التواء داخلي أو خارجي. طبعا الالتواء هذا يصنف إلى 3 أصناف، إما التواء أنسي أو التواء وحشي أو التواء عالي، اللي هو جاي بين المفصل اللي بين العظمتين الصغرى والكبرى في القدم أو في الساق. طيب شو هو؟ هو عبارة عن تمزق أربطة، تمزق أربطة، سواء الرباط الأنسي أو الرباط الوحشي أو الرباط اللي هو أعلى مفصل القدم. طيب ببساطة كيف يشخص؟ طبعا بيجي للطبيب، الطبيب ممكن يشخصه سريريا 100% من غير ما إنه يطلب أشعة، وبعض الأحيان لو حامت الشكوك إنه هناك كسر معاه بطلب عليه أشعة، بيقطع الشك باليقين. طيب الحل بعد ذلك، الحل الأساسي والرئيسي والضروري اللي هو عمل جبيرة. لا ينفع إنه والله تخليها من غير جبيرة أو تعمل رباط ضاغط أو ما شابه ذلك وتأخذ مسكنات وما شابه، لا، هذا الكلام كله غير صحيح. لازم توضع القدم أو المفصل تاع القدم في جبيرة لمدة 2 إلى 3 أسابيع، بعدها بنفك الجبس والإنسان إيش بينطلق إلى الحياة. قد يحتاج إلى علاج طبيعي أو قد لا يحتاج إلى علاج طبيعي وتمشي أموره تمام وعلى. لنفترض أنه والله استمر الألم معه أكثر من ذلك، ضروري بعد ذلك نطلب عليه صورة رنين مغناطيسي. بعض الأحيان أو في بعض الأحيان بكون أنه هناك عنده قطع كامل في بعض الأربطة اللي تستلزم إجراء عملية ومحاولة ترقيع هذا الرباط أو محاولة إصلاح هذا الرباط. وجزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله.